السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشتاء على الأبواب، تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف النهار في هذه المناطق. يا ريت إخواتي وضع اللايك والاشتراك، ويلا نسمع نشرة المعدل الفصلي على أغلب ولايات الوطن. فقط ستكون نسبة الرطوبة عالية على المناطق الساحلية. وفيما يخص الولايات المعنية بتساقط الأمطار إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة، وهذا إلى غاية منتصف ليلة اليوم على كل من ولاية سمنراست، إنجزام وبرج باجي مختار، هذا حسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية. أما النماذج الرقمية للرصد الجوي فتؤكد على أنه إن شاء الله درجات الحرارة ستكون فصلية تقريبا فيما يخص أغلب ولايات الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله، مع تسجيل درجات حرارة تقارب في حدود 46 درجة كعلى مقياس بأدرار وإن صالح، كذلك ببرج باجي مختار وإنجزام. بشار في حدود إن شاء الله 40 درجة، حتى بإليزي جعنات وإن مناس. تندوف ستصل إن شاء الله خلال يوم الغد إلى حوالي 42 درجة، مع دائما تساقط أمطار رعدية ببرج باجي مختار إنجزام وولاية تمنراست محليا تكون معتبرة. تطاير زوابع رملية بواسطة الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري خلال يوم الغد بإذن الله. المناطق الشمالية أيضا على الولايات الساحلية تحديدا بالجزائر العاصمة، كذلك عنابة، جيجرس، كيكدا، وهران، عينتي موشنت، ومستغانم، تتراوح خلال ظهيرة يوم الغد إن شاء الله الأحد بين 30 إلى 33 درجة، ستكون إن شاء الله مرتفعة أو كأعلى مقياس بتسمسيلت وبوسعادة في حدود إن شاء الله 43 درجة، حتى على شلف غليزان وسيدي بالعباس 38 درجة، بباتنا وخنشلة، قالمة وسوق عراس. فيما يخص تيزي وزو ستصل إن شاء الله إلى حوالي 38 درجة خلال ظهيرة يوم الغد. للإشارة سيكون في تساقط بعض الأمطار الرعدية على المناطق الداخلية الشرقية بداية من أواخر ظهيرة يوم الغد الأحد إن شاء الله، مع نسبة رطوبة على المناطق الساحلية. إذن لاحظوا أن درجات الحرارة انخفضت، لكن نسبة الرطوبة ستكون عالية بإذن الله تتعدى 80% بالمناطق الساحلية خلال مساء اليوم. حالة البحر يبقى دائما هادئ إلى قليل الاضطراب، يتحول إلى جد مضطرب بداية من أواخر ظهيرة يوم الغد على السواحل الوسطى وكذلك الشرق الجارية، قد تصل إلى 50 كم في الساعة، الرؤية متوسطة وعلو الأمواج يتحول